المشاهدات اخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في الحلقات الماضيه تعلمنا نقرا ونكتبوا حرف الباء بمختلف الحركات وبالسكون في هذه الحلقه ان شاء الله غادي نوظفوا الشيء اللي تعلمناه ونغنيو معارفنا بتعلمات جديده اذا لاحظوا معايا التمرين الاول على الشاشه اذا غادي نقرا التمرين باش نفهمو المطلوب اذا التمرين تيقول اقرا الحروف الاتيه اقرا الحروف الاتيه المطلوب منا في هذا التمرين هو اننا نقراو الحروف اللي داخل الخانات نطلب من سلمى تقرا لنا الحرف اللي في الخانه الاولى تفضلي سلمى اه اه جيد حرف الالف المهموز بالفتحه غادي نقراوه اه ندوزو الخانة الثانيه وتقرا لنا الحرف اللي بالداخل ديال الخانه عائشه بين جيد بين علاش نطقناه بين هنا عائشه عنده كسرتين جيد لان عنده كسرتين او تنوين بالكسر ندوزو الخانه الثالثه وقرينا الحرف اللي بالداخل ديالها الياس ب جيد ب حرف الباء بالسكون ندوزو الخانه الرابعه قرأنا الحرف خديجه ب جيد ب علاش نطقنا حرف الباء ب خديجه عندها الفتحه جيد لان الحركه اللي عنده هي الفتحه عبد الله تفضل قرأنا الحرف اللي عندنا في الخانه الخامسه أون اون جيد اذا سميت هذا الحرف اللي عندنا في هذه الخانه عبد الله حرف الالف جيد اذا هذا حرف الالف المهموز وشنو الحركه اللي عنده هنا زوج ضمات جيد عنده زوج ضمات او تنوين بالضم لذلك نطقناه اون ندوزو الحرف الموالي تقره لنا سناء بي عاودي سناء بي بي جيد حرف الباء بالكسره غادي نقراوه بي اذا نبقى لنا الحرف الاخير وتفضل تقرأه لنا سلمى ان ان جيد ان حرف الالف المهموز بالكسرتين نقرأه. ان نقراوه ان دابا غادي ندوزو نعاودو نقراو الحروف جماعة نقراو الحرف اللي في الخانة الاولى جميعا آ آه. آه. الحرف الثاني ب الحرف الثالث ب والحرف الرابع با ب, ب. ان إيه. 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 جيد اذا بعد ما قرينا الحروف اللي في الخانات غادي ندوزو نشوفو التمرين الموالي اذا غنقرا التمرين باش نفهمو المطلوب اذا أضع علامه في تحت الكلمات التي تتضمن حرف الباء نعاود نقرا السؤال مره اخرى اضع علامه في تحت الكلمات التي تتضمن حرف الباء اذا المطلوب منا في التمرين هو اننا نقراو الحروف الكلمات اللي في الخانات والكلمه اللي كتضمن حرف الباء نوضعو تحت منها العلامه الحمراء علامه في العلامه اللي عندنا بالاحمر اذا اولا نقراو هذه الحروف اللي في الشريحه الاولى او هذه الكلمات اللي عندنا في الشريحه الاولى الكلمه الاولى نقرا ردو بدي بعدي ابون ابون نزول الكلمه الثانيه بيض بيض الكلمه اللي بعدها مئذنه والكلمه الرابعه بنت بنت نعود نرجعو للكلمه الاولى غادي نلاحظو واش فيها حرف الباء ام لا اذا كلمه ابون إذا كانت فيها حرف الباء غادي توضعوا لي علامه في الالواح ديالكم وإلا ما كانتش فيها حرف الباء خليو اللوحه فارغه اذا لاحظوا كلمه ابون واش كتضمن حرف الباء او لا اذا كانت فيها حرف الباء وضعوا العلامه على الالواح ها في الالواح جيد اذا سلمى كلمه أبون فيك عندها حرف الباء في, في اخر الكلمه جيد كنلاحظوا حرف الباء في اخر الكلمه ندوزوا الكلمه الثانيه اذا غادي تلاحظوا الكلمه جيدا واذا كان فيها حرف الباء توضعوا العلامه في الالواح إذا إيه ما كانش حرف الباء في الكلمه غتخليو لوحه فراغه يلا تفضلوا نرفع الالواح جيد اذا عبد الله علاش وضعتي العلامه لان تفضل عبد الله حس... فيها حرف الباء جيد اذا حرف هذه ك... كلمه بيض فين عندها حرف الباء حيت كلمة بيضون فيها حرف الباء. الموضوع ديالو في الكلمة فين واش في الأول في الوسط أو في الآخر؟ أول الكلمة. جيد كنلاحظوا حرف الباء في أول كلمة بيضون وغادي نوضعوا العلامة في الخانة اللي تحت الكلمة. إذا ندوزوا الكلمة الموالية لاحظوها مزيان كلمة مئذنة إذا كان فيها حرف الباء هتوضعوا العلامة في الألواح إلى ما كانتش ما غاديش توضعوا العلامة. رفعوا الألواح اذا كلكم خليتوا اللوحه فارغه علاش عائشه بس ما كاينش حرف الباء جيد هكا كلمه اسم ما كتضمنش حرف الباء ما فيهاش حرف الباء وندوزوا الكلمه المواليه كلمه المواليه بنت نفس الشيء إذا كان فيها حرف الباء غتوضعوا علامه نرفع الالواح اه جيد اذا سانا علاش وضعنا العلامه هنا كاين حرف الباء ايوا التموضع ديالها في الكلمه ب جيد التموضع ديالها في اول كلمه اول كلمه الحركه ديالها كسره نلقنا هذه جيد بي. بنتون اذا وضعوا العلامه تحت كلمه بنتون لانها كتضمن حرف الباء وندوزو للاربعه الكلمات المواليه نفس الشيء غادي نقراو الكلمات ونشوفوا الكلمه اللي كتضمن حرف الباء نوضعوا تحت منها علامه اذا نقراو الكلمه الاولى ونرددوا من بعدي ام ام الكلمه الثانيه تربيه تربيه الكلمه الثالثه ابره ابره والكلمه الاخيره حاسوب حاسوب ترجعوا تركزوا على الكلمه الاولى وشوفوا الا كانت كتضمن حرف الباء وضعوا العلامه على الالواح الا ما كانتش كتضمن هذا الحرف نخليو اللوحه فارغه تفضلوا رفعوا الالواح عائشه علاش خليتي اللوحه فارغه حيث ما كانش حرف الباء جيد حرف حرف الباء ما غير متضمن في هذه الكلمه اذا ما غاديش نوضع العلامه تحت منها وندوزوا الكلمه المواليه نفس الشيء لاحظوا احرف ديال الكلمه جيدا الا كان من بينهم حرف الباء توضعوا العلامه والا فلا الا ما كانش ما غاديش توضعوا العلامه على الالواح رفعوا الالواح جيد مزيان اذا خديجه علاش وضعتي العلامه هنايا في اللوحه ديالك حيث كاينه حرف الباء جيد شنو الموضوع ديالو في كلمه تربية؟ جات وسط الكلمه جيد والحركه كسره شنو نطقنا هنا الباء مع الح... مع الكسره بي. بي بي تربيه جيد نوضع العلامه اذا تحت الكلمه وندوزوا الكلمه المواليه لاحظوها مزيان ونفس الشيء اذا كانت الباء نوضع العلامه ما كانش حرف الباء ما نخليو اللوحه فارغه نرفعوا الالواح جيد اذا عبد الله علاش وضع سي العلامه حيت كاين حرف الباء جيد شنو هو التموضوع ديالو في كلمه ابره في وسط الكلمه ناي وباش مشكون السكون السكون كيفاش ب جيد ب ابره وغنوضعوا العلامه لان الكلمه تتضمن حرف الباء بقات اخر كلمه غادي تلاحظوها مزيان ونفس الشيء الا كانت الباء وضعو العلامه ما كانتش الباء ما غاديش نوضعوا العلامه لاحظوا الكلمه كنتمنى ان جميع المشاهدات والمشاهدين اللي كيتابعوا معنا البرنامج يكونوا معنا كذلك التمارين تفضلوا رفعوا الالواح جيد اذا سلمى معلش وضعتي العلامه حيت الباء لان حاسوب كلمه حاسوب كتتضمن حرف الباء شنو هو التموضع في هذه الكلمه في اخر الكلمه جيد وشنو هي الحركه اللي عنده ضمتين كيفاش باء مع الضمتين سلمى بن بون جيد حاسوب وغادي نوضعوا العلامه تحت الكلمه الاخيره لانها كذلك متضمنه لحرف الباء إذن بهذا إخواني أخواتي نكون وصلنا لنهايه حصتنا لهذا اليوم من ماده القراءه والكتابه قبل ما نودعكم كنطلب منكم تعاودوا تراجعوا مضمون الحلقه لتعزيز الاستفاده وتثبيت التعلمات نخليكم الان مع ماده التربيه الاسلاميه دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبت منكم في الحلقة الفايتة ترتلوا صورة الناس وتراجعوا الكلمات والعبارات اللي شرحنا باش تفيدكم فهم مضمون هذه الحصة دابا غادي تستمعوا أنا غادي نقرأ وانتم ما تنتبهوا معايا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والآن من بعد ما استمعنا هذه القراءة أنا غادي نقرا أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين وأنتم غادي ترددوا من بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. رب الناس ملك الناس إله الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة, <والناس> <مين> الجنة والناس بارك الله عليكم دابا اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين غادي نستمعوا غادي نعاود نقرا الصوره وغادي نطرح عليكم مجموعه من الاسئله حول المعاني ديالها بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس بماذا امرنا الله تعالى في بدايه سوره الناس غادي نطلب من عبد الله يجاوبني بماذا امرنا الله تعالى عبد الله في بدايه سوره الناس أمرنا الله تعالى باش نحتمي به تبارك الله عليك الله عز وجل امرنا في بدايه الصوره باش نحتمي به ونلجؤ إليه سبحانه وعلاش في نظركم خصنا نلتاج الله وحده, وحده حيث الله تعالى هو خالق كل الناس اوجدهم من العدم وهو رب الخلق جميعا ومدبر امورهم ونعم عليهم بكثير من النعم كيف ما كتقول الايه ملك الناس اله الناس شنو المعنى ديال اله الناس اله الناس المعنى ديالها انه لا معبود الا الله تعالى من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هنا غادي نسولكم من ايش غادي نساعدوا بالله تعالى غادي بالله تعالى من شياطين الانس والجن اللي كيحدثوا الناس بالشر اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين من بعد ما فهمنا المعاني ديال هذه الصوره الكريمه غادي نطلب من عائشه تقول لي يا اشنو استفدات تفضلي عائشه الله تعالى هو اللي خلقنا وكيحفظنا <applause> تبارك الله عليك عائشه الله تعالى هو اللي خلقنا جميع وهو وحده اللي يقدر يحمينا وهو مدبر جميع الأمور وواجب علينا نعبدوه وحده لأنه رب الناس أجمعين وخاصنا كثر من ذكر الله سبحانه سيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فالذكر سيحفظ من الشرور والمعاصي وتيزرع الطمأنينة في النفس وهذا هو اللي قال الله تعالى في سورة الرعد وهو اللي غديبان عندكم على الشاشة قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنا غادي نقرا ونطلب منكم أخواتي المشاهدات إخواني المشاهدين باش ترددوا من بعدي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تفضلوا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تبارك الله عليكم ما ننساوش نقراو سوره الناس في الصباح وفي المساء ومن بعد الصلاه وعند النوم وفي كل وقت هاد المستفادات اللي شفنا هي اللي غادي نقراو واللي غادي تشوفوها على الشاشه الله تعالى خالق كل شيء وهو وحده يحمي من شياطين الانس والجن انا غادي نقرا وغنطلب منكم باش ترددوا من بعدي الله تعالى خالق كل شيء الله تعالى خالق كل شيء مزيان وهو وحده يحمي وهو, وهو وحده يحمي يحمي من شياطين الانس والجن يحمي من شياطين الانس والجن. بارك الله عليكم اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين قبل ما ننهي الحلقه اليوم تنطلب منكم تعاودوا ترتلوا صوره الناس وتراجعوا معاني الايات والمستفادات اللي غادي في كتاب اقرا واتعلم وصلنا لنهاية حصة مادة التربية الإسلامية قد ننتقل الأنشطة الموازية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي المشاهدات اخواني المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرحب بكم في حصه اليوم واللي غادي نتعرفوا فيها على واحد الموضوع من مواضيع الانشطه الموازيه واللي غنقدموا ليه بهذا البيت الشعري اللي غيظهر غي امامنا على الشاشه تقول الشاعر العلم يرفع بيت لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم غادي نعاود القراءة ديال هذا دي البيت العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم أشنو فهمتو من هذا البيت الشعري؟ تفضلي سلمى العلم كيرفع مكانة الشخص صحيح العلم تيرفع مكانة الإنسان وتيعليها في الدنيا والآخرة على عكس الجهل اللي عنده آثار سلبية على الفرد والمجتمع إذا موضوع نشاطنا الموازي هو أتعلم لأرتقي، هو اللي غادي يظهر أمامنا على الشاشة، إذا شنو كاتعرفوا على أهمية العلم والتعلم في حياة الإنسان؟ تفضلي خديجة. كنعرف العلم نور والجهل عار، فعلا العلم نور كيضوي ظلمة الجهل وكينور الطالب العلم الطريق ديالو وكيهديه للخير والصواب ومن الواجب علينا نسعى لطلب العلم طولة طول حياتنا قال تعالى في سورة طه الآية 111 وقل رب زدني علما صدق الله العظيم وباش نتعرفوا أكثر على آثار العلم والتعلم على الفرد والمجتمع نشوف الخطاطة اللي غادي تظهر أمامنا على الشاشة إذا آثار العلم والتعلم وكنقصدو بها الفوائد ديال العلم والتعلم في حياتنا آه نقراو العباره الاولى اللي في الاعلى واللي هي توسيع المدارك توسيع المدارك ردوا من بعدي توسيع المدارك توسيع المدارك جيد تبارك الله عليكم اشنو فهمتو من هاد من هاد العباره هذه تفضل عبد الله التعليم راه كيخلينا نفهموا بزاف ديال الحاجات صحيح المقصود هو ان العلم بالعلم كيكتسب كي الانسان القدره على الفهم والادراك في مجالات متنوعه وكينمي المعارف ديالو وكيحمي نفسه كذلك من الافكار السلبيه ندوزو العبارة المواليه الثقة بالنفس نعود نقرأ ونتم من بعدي الثقة بالنفس الثقة بالنفس شنو المقصود من هذه العباره هذه تفضلي عائشه التعلم كيخلي الانسان تايق في نفسه صحيح ان الشخص من اللي كيطور ذاته بالعلم والمعرفه كتقوى شخصيته وكتزاد ثقته بنفسه خاصه في التعبير عن الافكار ديالو والتواصل مع الاخرين وفي مواجهه كذلك مصاعب ومتاعب الحياه بالتفكير الايجابي غندوزو العبارة المواليه تهذيب السلوك نعاود نقرا وانتم ردوا من بعدي تهذيب السلوك تهذيب السلوك شنو في نظركم علاقة التعلم والعلم بتهذيب السلوك؟ تفضل إلياس الشخص من كيتعلم كيعرف كيفاش يتصرف صحيح كل ما تعلم الشخص كيصحح السلوكات السلبية ديالو وكتغاس فيه القيم الأخلاقية النبيلة نمروا الآن العبارة الموالية تحسين المستوى المعيشي. نعاود نقرا وانتم ردوا من بعدي. تحسين المستوى المعيشي. تحسين المستوى المعيشي وفي نظركم واش العلم كيادي لتحسين المعيشه ديال الشخص؟ تفضلي سناء. نعم حيت ملي كيتعلم كيعرف حاجه جديده كتنفع في حياته وفي خدمته. صحيح الشخص ملي كيتعلم كيقدر يطور المواهب والمهارات ديالو. وكي وكيجعلوا هذا الشيء كامل كي يبدع ويبتكر في مجالات كثيره وبالتالي يقدر يمارس حرفه او لا مهنه يكسب منها الرزق ديالو ويحسن من خلالها المستوى المعيشي ديالو بقات لنا اخر عباره اللي غدار امامنا على الشاشه وهي الاسهام في التنميه غنعاود نقراو ثم ردوا من بعدي الاسهام في التنميه الإسهام في التنمية جيد كيفاش كيساهم العلم والتعلم في التنمية؟ تفضلي خديجة بالتعلم كيطور المجتمع صحيح من خلال التعليم ومحو الأمية كتصبح الأجيال واعية ومثقفة وكيرتقي المجتمع وكيتقدم للمستوى على المستوى المعيشي والاجتماعي والاقتصادي والحضاري كذلك طبعا بزياده نسبه المتعلمين كتقل الجريمه وكتنقص المشاكل اللي كتنتج بسبب الجهل والاميه اذا من خلال هذا الشيء اللي شفناه ومن خلال هذه الفوائد اللي شفنا ديال الاهميه ديال التعلم في الحياه ديال الفرد والمجتمع شنو هي اهم الرسائل اللي ممكن نخرجوا بها من هذا الموضوع تفضلي سلمى اذا تعلمنا غادي ننفعوا نفوسنا وبلادنا صحيح اكيد بان بمحو الاميه وطلب العلم كينفع الشخص نفسه وبلاده وبالعلم كتنمى المجتمعات وكترقى وهي اللي غادي نعبروا عليها بهاد جوج ديال الجمل اللي غيظهروا امامنا على الشاشه غادي نقرا هاد جوج ديال الرسائل استثمر الرسائل التربويه ينفع المتعلم نفسه ومجتمعه بالعلم والمعرفة ترتقي الأمم. غادي نعاود نقرا. استثمر الرسائل التربوية ينفع المتعلم نفسه ومجتمعه بالعلم والمعرفة ترتقي الأمم. غادي نقرا للمرة الثالثة ونتوما ردوا من بعدي. استثمر الرسائل التربوية أستثمر الرسائل التربوية. جيد. ينفع المتعلم, ينفع المتعلم ينفع المتعلم نفسه ومجتمعه. نفسه ومجتمعه. جيد. بالعلم والمعرفة بالعلم والمعرفة ترتقي الأمم. ترتقي الأمم إذا وفي نظركم شنو هي السلوكات اللي خصنا نلتزموا لتق... بها ونطبقوها في حياتنا تفضلي عائشه خصنا نقرا ونتعلموا في جميع الاوقات ونحترموا المعلمين ديالنا طبعا من الواجب علينا نحرصوا على استغلال كل يوم في طلب العلم والبحث عن المعرفه وفي نفس الوقت نلتزموا باداب التعلم داخل الفصل كالتادب والاحترام وحسن المعامله ديال الناس اللي كنتعلموا منهم او الناس اللي كنتعلموا معاهم وغادي نقراو هاد الالتزامات ومن بعد غادي من بعدي التزامات اللي غادي تظهر امامنا على الشاشه الالتزامات احرص على التعلم المستمر التزم باداب طالب العلم غنعاود نقرا وانتم ردوا من بعدي الالتزامات الالتزامات, الالتزامات. احرص على احرص على التعلم المستمر التعلم المستمر التزم بآداب التزم بآداب طالب العلم طالب العلم تبارك الله عليكم وهكذا تكون حلقتنا وصلت نهايتها كنطلب منكم تزيدوا تبحثوا في موضوع اتعلم لأرتقي وتغنيوه بأفكار والتزامات أخرى يمكن لكم تعاودوا تشاهدوا هذه الحلقه مره اخرى على قناه السادسه او على الرابطين اللي غيظهروا امامكم على الشاشه دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته